السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو راح أتكلم معاكم عن نبتة الوستيريا. هذه عندي وستيريا تايلندية، ما شاء الله قاعدة تزهر، أول مرة تزهر عندي السنة، ما صار لها وايد عندي، تقريبا سنة واحدة، فهذه أول سنة أن تبتدي تزهر عندي. طبعا الوستيريا من النباتات اللي المتسلقة، فتمد أغصان طويلة وتبتدي تتعلق في البنايات والجدران والخشب والشبابيك وكذا، فنحاسب منها من هالجانب، لأن إذا تسلقت ممكن تترك أثر على الجدار أو الشباك وكذا. ولكن الميزة اللي الكل يبحث عنها في الوستيريا اللي هي الورد اللي تطلع الوستيريا مثل هذه، اللي يكون مثل الكتل الطويلة اللي تنتجها الوستيريا. فهذه عندي، لكن مثل ما ذكرت هذه وستيريا من 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 تايلاند، ولكن في المعرض اللي رويتكم تغطية سريعة عليه قدرت أحصل وستيريا يابانية اللي هي كنت أبحث عنها مدة طويلة، حاولت أبتديها من بذور، لحد الحين ما حصلت نجاح مع البذور، إن ما تنبت البذور من الوستيريا اليابانية، ولكن حصلت وستيريا يابانية وراح أبتدي معاكم سلسلة جديدة. فأول شيء راح أسويه راح إن أنقل هذه الوستيريا اليابانية إلى أصيص أكبر، وراح نخلق سلسلة إن نتابع تطورها وتشكيلها إلى أن تبتدي تكبر ونحصل منها النتائج اللي نبغيها. فراح أراويكم الوستيريا اللي شريتها ونبتدي ننقلها والعناية فيها. فنلاحظ هني عندي هذه الوستيريا اللي شريتها مثل ما احنا شايفين، ومكتوب عليها وستيريا يابانية. الفرق اللي لازم نعرفه بين الوستيريا اليابانية والوستيريا الصينية، بغض النظر عن لون الورد، لون الورد يختلف حتى من 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 نبتة إلى نبتة، ولكن الفرق بين الوستيريا اليابانية والوستيريا الصينية اللي هو إنه لما تبتدي تطلع الأغصان الجديدة، الوستيريا اليابانية تلتف مع اتجاه عقارب الساعة، تبتدي تلتف على نفسها، تبتدي تتسلق باتجاه عقارب الساعة. الوستيريا الصينية تبتدي تتسلق عكس اتجاه عقارب الساعة. فلازم نعرف الفرق، لازم نعرف النوعين، لأن لو لفيناها بالاتجاه المعاكس الأغصان هذه راح تموت، سبحان الله، هذه طبيعتها يعني. فلازم نعرف النوع اللي احنا قاعدين نتعامل معه. لما نشتري أي نبتة من معرض أو من مشتل أو كذا، عادة بالذات المعارض اللي يسوونه أنه ما يسقون النبتة أي مياه، على أساس يكون الأصيص خفيف نقدر نشيله بسهولة، يكون خفيف على أساس أنه حتى هم ينقلونه وكذا، فما نتأخر في أن احنا نروي النبتة أول ما نشتريها وننقلها إلى أصيص أكبر على أساس تنمو وتكبر. طبعا لازم نراعي نوع النبتة وفصيلتها والموسم اللي احنا فيه. فالحين احنا في شهر فبراير، شهر 2، عندي خلنا نقول شهرين اللي هما شهر مارس وشهر ابريل اللي يكون الجو لا بأس، يكون زين، ممكن ان انقلها واخليها شوي تكبر. مثل ما احنا ملاحظين ان هذه بدأت تطلع اغصان جديدة واوراق جديدة. بالنسبة للوستيريا في الخليج، انا عارف ان في كثير من الناس بدأت ترغب للوستيريا وبدأت تدور عن الوستيريا في الخليج. الوستيريا في الخليج ما نعرضها للشمس، يعني الوستيريا اللي رويتكم في البداية، الوستيريا التايلندية، سنة كاملة محطوطة في الظل، ما تتعرض للشمس، نخليها في الظل على اساس انه ما تحرقها الشمس، لان انا ادري اذا تعرضت الى شمس حامية راح تحترق أوراقها وراح تموت، فلازم أخليها في الظل علشان أحميها من الشمس الحامية. فالخطوة اللي راح أسويها الحين إني راح أنقل هذه النبتة إلى هذه الأصيص. فملاحظين إن في فرق في الحجم علشان أعطيها شوي مجال إنها تكبر، وراح أعطيها شوي من الـ NPK، الإفراز البطيء. الشيء المهم اللي في الوستيريا إنه ما نعطيها أصيص جدا كبير على أساس أن تمد عروجها، لأن الوستيريا تحتاج أن تكون شوي محدودة من ناحية العروج على أساس أن هذه يساعدها في التزهير وفي الورد، في إنتاج الورد يعني. وفي نصيحة ثانية،
راح أتكلم عنها بعد ما أنقل النبتة إلى هذه الأصيص. فمثل ما احنا ملاحظين الحين انا نقلتها الى اصيص اكبر واعطيتها من الكميه من الان بي كي الافراز البطيء لان هي الحين في بدايات مرحله نمو فاحتاج اغذيها. والافراز البطيء زين فيه انه مع الري مجرد راح تاخذ المغذيات اللي تحتاجها فما احتاج ان اعطيها ماي وبعدين اعطيها ان بي كي او مغذيات ثانيه. طبعا اللي حاب انه يستخدم اسمدة عضوية ممكن انه يستخدم شاي الكومبوست او اسمدة عضوية سائلة مع الري وقت الري. اللي راح اسويه الحين اني مجرد راح ازيل هذه العصي اللي مياودة النبتة لانه ابغيها تبتدي شوي تكبر فراح ازيل هذه ولكن راح اخلي العصا اللي في الوسط راح اخليها بس راح اخليها. في الاحظ بعض الاغصان الميتة راح انظفها ولكن خلني اشوف اول شيء بدايات النمو وين المناطق اللي راح تنمو وبعدين راح ممكن انظف بعض الاغصان الميتة مثلا هذه القطعة هذه كانها ميتة هذه كانها غصن ميت فراح نشوف شنو ممكن نقدر ننظف من النبتة. فهذه بداية الوستيريا وراح أتكلم عنها بالتفصيل أكثر مع النمو مع الوقت. بالنسبة الحين لما إحنا حين نقلناها مثل ما ذكرت راح نخليها في الظل على أساس تنمو وتكبر. نقطة مهمة عن الوستيريا، الوستيريا نبتة تحتاج كميات من الماء، تشرب كميات كبيرة من الماء، مثل ما يقولون يعني نبتة عطشانة دائما يعني تحب الري. فبالذات في أشهر الصيف على أساس أن نحافظ عليها ممكن أن احنا ناخذ صحن كبير أو أي إناء يكون فيه نسبة من الماء ونحط النبتة بالأصيص في هذه الإناء أن تكون قاعدة في الماء. فعن طريق هذه الفتحات اللي تحت في الأصيص يبتدي الماء يدخل والتربة تكون متشربة ماء كليا. الوستيريا من النباتات اللي القليلة اللي تقدر تسوي هاي الشيء إن هي تعيش في بيئة جدا رطبة وهذه راح يسبب تعفن بعض الجذور الخفيفة وهذه يحفزها إن ترد تنمو وترد تكبر ترد تعطي جذور جديدة وتورد أيضا. فهذه الوستيريا من النباتات القليلة اللي ممكن نتعامل معها بهذه الطريقة، كثرة الري أو كثرة المياه تكون في صالحها. فهذه بالنسبة إلى الوستيريا الحين. فمثل ما ذكرت إن شاء الله راح نتابع التطور، راح أبتدي أعطيكم النصايح وراح أتابع معاكم اللي أسويه في هذه الوستيريا من ناحية تشكيل ومن ناحية تطورات ومن ناحية المعاملة. وإن شاء الله إذا 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 كبرت وفي مجال إن شاء الله يعني على الأقل أنا ما راح أشتغل عليها بشكل كبير لأول سنتين خلنا نقول على أساس أبغيها بس تكبر وتقوى في الأصيص. فأول سنة سنتين ما راح نقوم بأي عمليات جذرية فيها ولكن بعد فترة إذا ممكن إن إحنا نحاول إن نكاثرها عن طريق العقل من الأغصان اللي تطلعها نجرب معاها على أساس إن نحاول نكاثرها لأن عندي أصدقاء وكذا حابين إن تكون عندهم وستيريا فإذا قدرت أكاثرها راح أحاول إن أهديهم منها وراح أبين لكم هذه التجربة أيضا. فأول فترة راح تكون بهذه الطريقة مجرد مرحلة نمو تنظيف ونمو. فأتمنى أن استفدتوا من هذه الفيديو عن البسيط عن الوستيريا ولكن راح يكون جزء من سلسلة عن هذه الوستيريا. فأتمنى أن تتابعون السلسلة وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونه في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.